السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي ديالنا، مرحبا بكم في قناة عبدو مارتيل. كما كتشوفوا معنا اليوم فيديو جديد، كما كتشوفوا معنا من مشروع جوهرة البحر. ايوا حنايا كنصوروا لكم فيديو جديد هنايا في مشروع جوهرة البحر من بول قنادل. الناس اللي كيسولونا على المحلات هنايا ديال البيع والشراء هنايا، الكراجات راهم كاينين، كاين في هاد الواجهه هذه اللي جيت المسجد، جيت الطريق راه موجودين هنايا. بيوع شي حاجه وشي حاجه مازال، كيما كتشوفوا معنا الكراجات مازال مطرقين الصف كامل من الراس الراس. زوين ان هنايا الكراجات هادو كيما كتشوفوا معنا الجريده واعره. حاولنا تاهي الجريده نبارطاجيوها معكم باش تكونوا تستافدوا معنا. غير الخوت خليكم من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله تستافدوا معنا الفيديو اللي عندكم ان شاء الله لداخل وسط المشروع، ونصوروا حتى المسجد من الداخل باش تشوفوه ونبارطاجيوه معكم ان شاء الله. غير خاصكم تفرجوا وتستمتعوا بالفيديو. وانتم من الخوت هنا غاديين دابا للمسجد. المسجد الخوت هو هذا اللي غادي نبينه لكم. هذا هو المسجد ديال جوهرة البحر. بزاف الناس يسولون عليه واش تفتح ولا مازال. هذا المسجد راه تفتح دابا، الناس راه عادوا كيصليو فيه، مفرش بالزرابي ديالو بكل شيء، مسائل كل شيء ناضي، اللهم بارك. كما كتشوفوا معنا مسجد تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. هانتوما هنايا، والناس اللي كيسولوا على المسجد راه تفتح هانتوما كيما كتشوفوا بعينيكم. هذا هو المسجد ديال مشروع جوهرة البحر، راه قريب حتى من الطريق ديال الرئيسيه اللي كتهدي لشاطئ الامام، او باغي تمشي حتى لحي شماعو راه قريب من الطريق هذه كديك حتى اللي كنتي غادي للديناصيو او غادي لحي شماعو. وبغيتي تدخل حتى لبقنادل راه قريبه لبقنادل حتى هي كما كتشوفوا معنا، اللهم بارك ما شاء الله. ايوا نصوركم حتى من برا، نصوروا لكم المسجد. خليكم على الفيديو الخوت، انتم من يدخلنا لهنايا نصوركم المسجد. انتم من احنا غاديين مد الزنقه هذه. هذا هو المسجد ديال مشروع جوهرة البحر. ايوا حنا نضربو دويره حتى نطلعو حتى الفوق ونطلعو السطاح، ونصورو لكم الشوارع ديال بقنادل، نصورو لكم فاطم على برا كديرين. وان شاء الله مره اخرى ان شاء الله باش ندخلو حتى لفاطم ان شاء الله نوضو نصوروهم لكم. واللي خاصو شي حاجه ولا شي حاجه مرحبا في قناه عبدو مارتيل، غير تابون عندنا ورك على ديك البطونه الحمراء، فعل الجرس، دير ماكسي لايك، حط لينا كومونتير باش يحفزنا باش نبقاو نحطو ما كل جديد في القناه. حنا كنوصلو معلومه وانتم كتعاونوا معنا. هادشي اللي كاين الخوت كما كتشوفوا معنا، هذا هو مشروع جوهره البحر. هذا هو الاخراني الخوت اللي هو نيا تقريب الفاصل هذا اللي قريب للبحر. هنا في كاين شطر 8 وشطر 112 113، حتى انا ما تنعرفهمش كاملين، تنعرف غير الجهه هذه كنصورها. والناس اللي كاين هنايا في مشروع جوهرة البحر كيشكروني بزاف من اللي صورت لهم الجهه هذه، وحنتي ما كيصوروش لهم هاد الجهه هذه، كنشكرهم بزاف وكنشكرهم تبارك الله عليهم ديما الكومونتيرات كيحطو من زوينين. وتحياتي لأي واحد في المكان داخل المغرب أو خارج المغرب، مرحبا بكم في قناة عبدو مارتيل. احنا كنصورو لكم مشروع جوهرة البحر من بول قنادل. ايوا الخوت مفرجة ممتعة، خليكم مع الفيديو.